معلقة واحدة بس من البذور دي هتضيع عندك التهابات وآلام المفاصل في أسبوعين بس، ودي حاجة مثبتة علميا. البذور دي هي بذور حب الرشاد أو اسمها الجاردن كريس. بذور حب الرشاد دي لو هتسمع معايا مكوناتها وفوائدها هتعرف إن هي بذور ربنا عملها مخصصا للغضاريف والمفاصل والعظام. كل مكوناتها بتركيبتها بالنسب اللي فيها اتعملت للغرض ده. هقولك ازاي. أول حاجة هي بتزود ترسيب الكولاجين. الغضاريف بتاعتنا أصلا عبارة عن كولاجين، فتخيل انت بتاخد مكون يزود عندك ترسيب الكولاجين على الغضاريف، يعني بيعيد تكوين وبناء الغضاريف من تاني. تاني حاجه فيها تركيز عالي من فيتامين كي. فيتامين كي ده احنا عندنا العظام في حاله اسمها تيرن اوفر، بتتهد وبتتبنى زي سايكل كده او دايره في دوره الحياه بتاعتنا. كل ما احنا بنكبر البناء يقل والهدم يزيد. البناء مسؤول عنه خلايا اسمها الاوستيوبلاست، والهدم مسؤول عنه خلايا اسمها الاوستيوكلاست. فيتامين كي ده لما انت تاخده انت بتحفز الاوستيوبلاست، بتحفز حاله البناء، بتخليها متقلش. من كتر ما هو فعال في بناء العظام من تاني، لقوا ان هو اتعمل عليه دراسات قالوا ان حتى الناس اللي بيحصل عندها بون فراكشر، يعني بس عندها كسر في العظام، لما بتاخده بتسرع عمليه التئام والهيلينج بتاع العظام في خلال من 4 ل 8 اسابيع، فحاجه تاثيرها قوي جدا. النقطه اللي بعد كده ان هي فيها الاي ال اي اللي هو الالفا لانولينيك اسيد، ان هو شكل من اشكال الاوميجا 3 مع الاوميجا 6 بالتركيز المظبوط. الاوميجا 3 والاوميجا 6 عشان يدوك احسن نتيجة كمضاد التهاب لازم النسبة بينهم تبقى 3:1 او 2:1. الاكتر طبعا هو الاوميجا 3 للاوميجا 6. النسبة دي بالظبط موجودة عندنا ومتحققة في بذور حب الرشاد، فطبعا مضاد التهاب قوي جدا. فيها مكونات حاجة اسمها الفينولكس ليها تأثير انالجيسك، يعني ليها تأثير مسكن. الدراسات بتقول ان هي بتدي التأثير المسكن وتأثير المضاد للالتهاب وتأثير مضاد الاكسدة اللي انت بتاخده من المكملات والادوية بتاعت خشونة المفاصل، بس من غير بقى الحته بتاعت وجع المعده اللي بتسببها الادويه اللي بتخلي ناس كتير ما تقدرش ان هي تستمر عليها. غير بقى ان فيها تركيزات عاليه جدا من المغنيسيوم والكالسيوم والفسفور، كل حاجه مفيده للغضاريف والعظام. زي ما انتم شايفين بقى شكلها كده زي بذور بني صغيره. هقول لكم دلوقتي هتاخدوها ازاي والجرعات الامنه وممنوعه لمين. اهم حاجه ان هي سعرها ما شاء الله بسيط جدا، ربع كيلو منها طبعا ده يكفيك كتير جدا، سعره تقريبا 22 جنيه. وانا برضو هسيب لكم صوره واضحه لشكلها على الشاشه وهقول لكم نستفاد منها ازاي. اول حاجه عندنا هي اقصى جرعه منها ان انت تاخد نص معلقه صغيره. نص معلقه صغيره دي بحد اقصى بنستمر عليها مره يوميا لمده شهر، ولكن احنا ممكن نزود شويه نخليها معلقه صغيره مرتين يوميا اول 3 ايام، وبعد كده نخليها نص معلقه صغيره عشان بس نزود الدنيا اسرع شويه، وبعمل لحد شهر وبعد كده بنوقفها اسبوع او اسبوعين ولو انتوا حابين ترجعوا لها تاني. وهي للامانه بكل الفيدباك اللي بتتاخد عنها هي بتعالج الم الركبه واي الم عندك بقى في المفاصل، الم ظهر، الم في الرقبه، الم في الكتاف، الم في مفاصل الايد في مده قليله جدا. يعني في ناس بتحس بتحسن 4 ايام، في ناس 10 ايام، اقصى حاجه اسبوعين بتشوف نتائج سحريه مع البذور دي. احنا كده قلنا الطريقه بتاعت استهلاكها، بنستهلكها بطريقتين، في طريقه فايدتها اكبر وفي طريقه فايدتها اقل. الطريقه اللي فايدتها اقل بس هي برضو شغاله ممكن ناخدها عادي خالص، هي ان انت بتدفي مثلا ميه او بتدفي لبن زي ما تحب وتحط عليه نص معلقه صغيره او معلقه صغيره زي ما قلنا، وبتسيبها مثلا 10 دقائق وبعد كده بتشربها. خلاص دي طريقه. الطريقه الثانيه بقى ان انت تنبتها، بتجيب اي برطمان عندك تحط فيه مناديل من تحت وتحط عليه شويه ميه صغيرين وتفرش فيه البذور دي، وبتستنى عليها من 7 ل 10 ايام بتنبت، وبتبدا ان انت تاكلها عادي خالص. طعمها شبه طعم الجرجير على فكره. ممكن تضيفها بقى على السلطه او ممكن تاكلها كده، دي بقى بتزود الفوائد بتاعتها اضعاف 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 مضاعف. فلا كده او كده الطريقه على فكره اللي بتشرب بيها فعاله جدا، واي حد انا خدت عنه فيدباك منها كان بيشربها، بس انا بقول لكم علميا في طريقه تانية اكتر. انت عايز تشربها اشربها، يعني على ضمانتي هتجيب نتيجه كويسه جدا مفيش مشكله. طب هي ممنوعه لمين؟ ممنوعه للحوامل والمرضعات، ممنوعه تماما لو انت بتاخد مدرات بول، ممنوعه مع خمول الغده الدرقيه، لو انت بتاخد ادويه زي الضغط العالي زي اللوزرتان او الاملودوبين، او بتاخد الادويه بتاعه السكري اللي هي زي الاماريل او ديميكرون، او بتاخد انسولين نفسه، فيفضل يبقى بفاصل عنها مش اقل من 12 ساعه بس كده. واقصى حاجه قلناها ان احنا ناخدها متواصل مش اكتر من شهر. دي اول حاجه عندنا. الحاجه الثانيه عندنا هي الالتهاب ثم الالتهاب. الالتهاب هو اصل الالم في خشونه الركبه والمفاصل. لما بيحصل خشونه شويه خلايا يبدا تنتج اشارات التهاب، تعدي الخلايا اللي بعدها، الخلايا اللي بعدها تلدي الخلايا اللي بعدها، الالتهاب يبدا ينتشر ويتفاقم، وبالتالي
الالم يزيد، وبالتالي حاله الركبه او المفصل تبدا ان هي تتدهور والخشونه تزيد عندك. فلازم نثبط الالتهاب، ومن اقوى الحاجات الطبيعيه اللي بتثبط الالتهاب تشتغل على انواع الالتهاب بجد اللي موجوده في الركبه، اللي هو الانترلوكين 6 والتي ان اف الفا، هي لبان الدكر. زي ما قلت لكم اشربوا لبان دكر، مفيد جدا جدا لالام الركبه والمفاصل. اللبان الدكر ده هو الفرانكنسنس، هسيب لكم اسمه بالانجليزي وشكله عشان الناس اللي هي بتبقى مش عارفه اسمه عندنا ايه في مصر. يعني عايز بقى تستفيد اكتر تضيف عليه كركم، هتبقى الفايده عظيمه جدا. اخر حاجه معانا بقى وهي الكولاجين، ليه مصادر طبيعيه وليه مصادر لان المكملات اللي بتتباع في الصيدليه. عموما افضل حاجه والاساس في الركب هو كولاجين نوع 2، هو ده اللي بيتوجه عند الغضاريف والمفاصل بنسبه كبيره. فده ممكن ناخده من الشوربه بتاعه العظام او شوربه المواسير او البون مارو بروس، بتجيبها من عند اي جزار وتبدا ان انت تحضرها على النار، على نار هاديه تماما لحد ما تطلع كل النخاع او الكولاجين اللي فيها. هي لازم للاسف تتعمل على نار هاديه خالص زي الشمعه كده، عارفين زي ما احنا بنعمل الفول، وتتسبق كتير على قد ما تقدر 6-7 ساعات. عشان في ناس بتقول لي طب ما انا يعني كتير قوي 6-7 ساعات، ما هي نفس الفكره لو انت عملتها على نار عاليه 2-3 ساعات، هي لو انت عملتها على شمعه ساعات اطول. لكن هي دي الاستفاده عشان ما تكسرش الالكترولايت اللي موجوده فيها. فشوف اي يوم فاضي عندك اعملها. انا بعمل حله كامله كبيره يعني بتقضيني شهر، يعني مره في الشهر اللي انت هتستهلك فيها النار بالشكل ده. لكن بعد كده انت قاعد على المره دي شهر كامل عندك الكولاجين بتاعك. واهم حاجه بعد ما انت بتطفي عليها بتشيل الدهون اللي على الوش ويبقى عندك الجيلاتين. الجيلاتين ده بقى انت بتاخده بتحطه في مكعبات الاكواب السيليكون، القواعد السيليكون دي، وبتبقى جاهزه عندك ان انت لا اما بتشربها زي ما هي كده تعصر عليها ليمونه وتشربها، او ان انت بتضيفها على الخضار. يعني اي خضار عندك في طماطم كده مسبكه بتحط عليه الشوربه دي، طعمها مش بيبان قد ما انت بتنكهها. يعني تحط عليها بصل وقرنفل وقرفة وحبهان، الحاجات اللي احنا بننكه بيها الاكل، وتحط عليها جزر كرفس، الحاجات دي كلها هي طعمها بيبقى كويس جدا. ولو ضفتها على الخضار طعمها مش بيبان خالص. لو انت بتكسل تعملها او طعمها مش مستساغ بالنسبه لك او مش عارف توفرها في البيت عندك، هات من اي عطار كولاجين بقري حلال، تاخد منه معلقه صغيره لمعلقتين يوميا، تدوبهم على نص كوبايه ميه دافيه وتشربهم عادي خالص. هي هياها دي المصدر الفريش ودي المصدر المجفف، ولكن دي انت واثق ان انت جايبها من نخاع العظام. لكن الكولاجين البقري ده بقى بيبقى متاخد من اماكن مختلفه بقى، يعني ما انتش عارف الكولاجين بتاعها بيجي من كذا مصدر مختلف، ممكن يجي بقى من الجلود، ممكن يجي من المفاصل، انت وحظك. الحاجه الاخيره عندنا هي بقى المكملات. اي مكمل مخصص للمفاصل يكون تركيزه مش اقل من 5 جرام. الحاجات اللي تركيزها 2 جرام و1 جرام دي ما تدفعش فيها فلوس، اقل حاجه 5، ويفضل كمان تجيب 8 و10 وتاخدها مره يوميا. تاثير الكولاجين بيحتاج وقت مش اقل من 3 شهور، ويفضل ان الكولاجين ده يكون مكتوب عليه انه هو كولاجين بالطايدز، ده معناه انه بيديك الشكل الامتصاص السريع من الكولاجين. بس كده، دي كل التفاصيل اللي انتم محتاجينها بخصوص خشونه المفاصل. ولو انت وزنك زايد شويه حاول تقل في الوزن عشان ده يفرق جدا في التحميل على مفاصل الركبه. وبس كده اتمنى يكون الفيديو افادكم. اشوفكم على خير ان شاء الله في فيديو جديد.